وللحديث أكثر بشأن الخلاف السياسي القائم بين الكتل السياسية والأحزاب من جهة، ورئيس الوزراء المكلف بتشكيل الكابينة الوزارية مصطفى الكاظم من جهة أخرى، بشأن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي نظير الكندوري. سيد نظير، بداية مرحبا بك. قدم الكاظمي للقوى السياسية تشكيلة وزارية كما تعلم وتضم أسماء وزراء ومسؤولين سابقين، كيف تقرأ عودة بعض الأسماء المرفوضة شعبيا من خلال الكابينة الوزارية التي يقدمها الكاظمي؟ الله حيا مشاهديكم الكرام. حقيقة يعني إذا قلنا على هذا النظام أنه قد وصل إلى مرحلة العقم السياسي وأنه غير قادر على إدارة العملية السياسية، فلن نكون قد ذهبنا بعيدا. فكل التطورات التي يعني خلفت موضوع استقالة عادل عبد المهدي ولحد الآن تدلل على هذا الفشل الذي وصلت له العملية السياسية. والتشكيلة الوزارية التي يعني تم تسريب أسماء الوزراء اللي فيها دليل على أنه لا يستطيع الكاظمي ولا غيره تجاوز حاجز الكتل السياسية التي تريد أن تفرض نفس الأسماء ونفس الشخصيات المرفوضة شعبيا في تشكيلة هذه الحكومة. وحتى هذه الأسماء بالمناسبة ليست الكتل أيضا راضية عنها تماما، بل أن بعض النواب يقولون أن هذه الأسماء إذا ما طرحت إلى مجلس النواب سوف لن تمرر حكومته. لذلك هم يريدون يعني حكومة لا تختلف عن الحكومات السابقة ولو بشيء بسيط، حتى الوزارات الأمنية كالدفاع والداخلية يعترضون عليها كونها لم يعني تطرح أسماءهم وفق المحاصصة الحزبية والمكوناتية. سيد نظير، يعني كما تعلم في تصريحات سابقة له الكاظمي وعد بأنه لن يسمح بأن يملى عليه اسم أو مرشح، ولاحقا يعني شهدت حالة من النكوص فيما يتعلق بهذا الوعد. لماذا هذا النكوص باعتقادكم من طرف الكاظمي؟ أخي الكريم، يعني جميع الذين رشحوا لرئاسة الوزراء بدءا حتى من عادل عبد المهدي وانتهاء اليوم في مصطفى الكاظمي قالوا نفس الكلام بأنهم لن يسمحوا للكتل بفرض أسماء عليه وأنه سيختارهم بمطلق الحرية. والعجيب بأن قادة هذه الكتل هم أيضا يعلنون بأنهم لن يفرضوا على رئيس الوزراء أي أسماء، ولكن ما يدور في العلن ليس هو ما يدور في خلف الكواليس. فهذه الكتل تفرض نفس الأسماء وتحاول أن تمررها، ومثل مصطفى الكاظمي وغيره من الذين فشلوا من قبله ليست لديهم القدرة على أن يفرضوا يعني الأسماء التي يريدوها، كونهم ببساطة هم ليسوا جزء من هذه الميليشيات أو ليست لديهم قوة عسكري يستطيع أن يفرض إرادته على هذه الكتل. نعم سيد نظير، أنت تعلم أن الكاظمي عرض تشكيلته الوزارية على الكتل السياسية الشيعية السبعة، وهدد لاحقا بالاعتذار عن توليه منصب رئيس الوزراء حال تواصلت هذه العراقيل. إلى أي مدى ترى بإمكانية أن يكون الكاظمي قادرا على القيام بهذه الخطوة، أم أن هناك ما يمنعه من ذلك، وهل القرار بيده؟ هو يتوقع بأنه عندما يهدد بسحب ترشيحه لتشكيل الوزارة الجديدة بأنه سيضغط على تلك الكتل وستتنازل عن مطالبها، لكن الحقيقة هي غير ذلك. الكتل السياسية إذا لم تنفذ ما تريد فهي ليس لديها مشكلة في التضحية بمصطفى الكاظمي والعودة من جديد لاختيار رئيس وزراء جديد، ولكن هذه اللعبة إلى متى سوف تستمر؟ نحن الآن ندخل ربما في الشهر الخامس بعد تقديم استقالة عادل عبد المهدي، ولحد الآن لم يتم تشكيل حكومة جديدة، ويبدو أن هذه الكتل هي يعني راضية عن الوضع الحالي وراضية عن الحكومة المستقيلة لعادل عبد المهدي واستمرارها إلى نهاية فترة الأربع سنوات، لأن أي تغيير ولو كانت تغييرا بسيطا سوف يضرب مصالح هذه الكتل،
خاصة هناك شيء يعني لا يتم تسليط الضوء عليه، هي إرادة الميليشيات. نعم الميليشيات هي مستفيدة جدا من حكومة عادل عبد المهدي، نعم كذلك الكتل الكردية مستفيدة جدا من الامتيازات التي حصلتها من الحكومة الحالية، لذلك هم يعني غير متحمسين لتغييرها بحكومة أخرى جديدة ربما لا تكون مثل حكومة عادل عبد المهدي. نعم سيد نظير، أنت تعلم أن التشكيلة الوزارية المقدمة من قبل الكاظمي هي مرفوضة شعبيا، ومع ذلك تجد أن الكتل السياسية منقسمة عليها بين رفض وتأييد. باعتقادكم هل تتوقع أن ترفض الكتل السياسية هذه الكابينة المقدمة من قبل الكاظمي؟ أتوقع أن هناك كتل كثيرة غير راضية عن هذه التشكيلة الوزارية، وربما لن تجد هذه الحكومة طريقها إلى يعني حصول على الثقة، ولكن ما أود الإشارة له بأن رفض بعض هذه الكتل ليس لأنه هذه الأسماء مكررة ومرفوضة شعبيا، فهم لا يعيرون اهتمام للمطالب الشعبية، بدليل أن يعني قبل يومين بدأت حملة جديدة بقتل المتظاهرين والاعتداء عليهم وعلى الناشطين، فهم يعني آخر ما يراعون في أمرهم هو مطالب الشعبية. نعم. لذلك يعني نحن نمر في مأزق ويعني عنق زجاجة لهذه العملية السياسية، ربما لا نستطيع الخروج منها إلا بإزالة هذا النظام السياسي الحالي. وأنا نعم. أتوقع إذا ما فشل مصطفى الكاظمي في تشكيل حكومته ربما ستحدث تطورات خطيرة، من ضمنها يعني إلغاء البرلمان أو يعني تشكيل حكومة طوارئ، هذا إذا ما كانت هناك لرئيس الجمهورية إرادة حقيقية في إصلاح العملية السياسية ولو بشيء بسيط. الكاتب والباحث السياسي نظير الكندوري، كنت معنا من إسطنبول عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.